أخيراً يبتسم الحظ لروجر فيدرر كوكب التنس كما يحلو لمحبيه تسميته بعد الفوز ببطولة أستراليا المفتوحة عقب 4 سنوات عجاف في البطولات الكبرى. نكهة مختلفة هذه المرة للفوز الذي أتى على حساب خصم فيدرر التقليدي في الملعب وصديقه خارج الملعب رافائيل نادال. فيدرر يعزز رصيده القياسي في بطولات الجراند سلام ب 18 لقباً يزيد رصيده في قلوب عشاق التنس. والمزيد معنا في الاستوديو مسؤول أكاديمية التنس في دبي بول اس بي. بول, oh my goodness, you're very tall. I have to stand here. so I can ask the question. أهلا وسهلا فيك. إذن بداية كل من تابع المباراة يقول بأنها مكسب رياضي. لماذا؟ المباراة كانت مذهلة جدا, ربما أفضل لاعبين في كل الأزمان والتاريخ, ربما أعظم لاعبين كما قلت. مباراة رائعة ومذهلة قدمها اليوم 5 مجموعات. أنا كنت متحمسا طوال الوقت وحتى أصدقائي من كافة أنحاء العالم كلهم شاركوني نفس الأحاسيس والمشاعر, كأنها كانت مباراة مصيرية ومكتوبة منذ الأزل. توقعت النتيجة؟ لم أتوقع النتيجة. ما أعتقد بأن فيدرر لديه القدرة على إيذاء نادال واللعب ضده, فيجب أن يكون لديه مستوى عالي جدا وخاصة في الضربات الهجومية وأن تلعب ضد الاحتمالات, لأنه ثابت جدا في المستوى ونادال مقاتل في اللعب, وإذا ما حافظت وثابرت ولعبت نفس لعبه فستخسر, وهذا حال كل لاعب. فعلى مدى التاريخ وفي الماضي كلما خسر نادال خسر مع هؤلاء المهاجمين والأشداء, وفي نهاية المجموعة الثالثة أو الخامسة فيدرر كانت ضرباته قوية ومستوية وقريبة من الشبكة وكأنه من كوكب آخر. كان إظهار رائع جدا للعب المثالي للتنس ضد هذا اللاعب المميز. أسلوبه في كافة البطولة كان مميزا, أما اليوم فكان إلى مستوى آخر. ما وراء هذه العودة أو الالتزام للعودة للنهائيات بعد التوقف طبعا؟ أنا في موقف ربما رجعت خسارة نادال 4 أو 5 مرات, لديه إصابات كثيرة وغالبا ما يعود, خاصة في السنة الماضية عندما خسر في وقت مبكر في بطولة فرنسا المفتوحة في يونيو. بالنسبة لي أعتقد بأنه لن يعود أبدا من هذه الإصابة. قدم أداء مميز جدا في الأولمبياد ولكنه وفاز بالميدالية الذهبية, وها قد عاد مرة أخرى. أما فيما يخص فيدرر فدائما كان سعيد الحظ ومر طوال تاريخه الرياضي من غير أي إصابات, والسنتين الثلاثة الماضية لديه إصابات كبيرة, لكن هذه الاستراحة وغير كل شيء, غير برنامجه في البطولات وفريق التدريب ونجح كل شيء له. ويمكن أن نقول بين الاثنين فيدرر ونادال, فيجب أن نرشح فيدرر لبطولة فرنسا المفتوحة. أعرف أن الوقت مبكر ولكن من الذي سيتمكن من اللعب أو الفوز عليه كما لعب اليوم؟ أراه بسهولة يفوز في البطولة فرنسا, وأرى فيدرر يفوز في بطولة ويمبلدن. لا يزال وقته مبكرا ولكن يا لها من قصة رائعة. لا شك أنه الآن تم تتويجه ربما في هذا العمر. معد الحلقة عندما تحدث كنت أتحدث معه عن هذا الموضوع قال فيدرر العجوز, 35 سنة العجوز, ماذا نقول نحن؟ ولكن بمفهوم الرياضة يمكن أن يكون هذا العمر بعض الشيء كبير. إلى أي حد يمكن أن يستمر؟
مرة أخرى أتذكر قبل حوالي 5 سنوات عندما تحدث عن المشاركة في أولمبياد ريو وقلت من سيكون عمره 34 سنة ومن المستحيل أن يشارك، لم يشارك بسبب الإصابة، ولكن لا أدري، يبدو خاصة مع شقيقات ويليام أعمار 35 و36 فهنالك نمط بدأ يتغير وبدأت الرياح تهب في اتجاه آخر، وكلما نضج اللاعبون أو عندما أكثر من نهاية مهنتهم الرياضية كلما تقدم أدائهم خاصة للحمية الغذائية وتدريبهم البارع ويقومون بكل شيء بشكل مناسب خاصة مع التعامل مع الأطباء وكل شيء ينجح بالنسبة لهم. سيرينا عمرها 35 سنة، فدرا 35 سنة، ربما أكبر الأطباء. عذرا لتكمل الترجمة، بالإضافة إلى علاقة المنافسين إذا ما صح التعبير القوية خارج الملعب، لعبة التنس بنفسها كأنها تميزت عن غيرها في أخلاقياتها، لماذا؟ لا أعرف كيف أجيب عن هذا السؤال. أعتقد بأن فدرر ونادال ما قدمه خلال السنوات الماضية أنهما برهنا على أن تكون هناك علاقة مميزة جدا خارج المنافسة. هما صديقان مقربان لا يزوران منزل واحدهما الآخر لتناول العشاء. فدرر جاء لافتتاح أكاديمية نادال وكلاهما كان مصابا، ولكن مع ذلك ذهب للقيام بذلك بسبب العلاقة القوية بين الاثنين. شيء رائع جدا أن نفكر بأن اللعبة في موقف قوي جدا، وأعتقد أن السبب يعود إلى هؤلاء الرياضيين وإلى احترامهم لكافة المنافسين سواء في بطولات النساء والرجال، وأعتقد بأنها في قمة مستواها. أتحدث عن التنس، أنا أشارك مع التنس منذ 40 سنة الآن وأتساءل هل يمكن أن ينخفض المستوى الآن؟ كما قلت فقد وصلت إلى القمة فيما يخص أخلاقياتها، وأتخيل بأنها ستكون أكثر شدة خلال السنوات القادمة، لأن من الذي سيتولى دورهما؟ وهذه المنافسة بين الاثنين خلال 15 سنة الماضية، من سيأخذ محلها؟ هل هو ديمتروف ولاعب آخر ونسيكيوري رايانيتش؟ ربما هؤلاء هم الذين يجب أن يتقدم مستواهم، ولكن ما دام نادال وفيدرير موجودان على الساحة فسأكون أسعد شخص على الأرض. مسؤول أكاديمية التنس في دبي بول إسبي، شكرا جزيلا لك.